وفي مسقط رأسه بمنيا الجيحة يختتم المرشح الرئاسي عبد السندي أمام مؤتمراته الانتخابية اليوم الأربعاء، وذلك قبل موعد الصمت الانتخابي وطبقا لرؤية برنامج أمام الانتخابي الذي يحمل الفكرة الليبرالية المستنيرة لحزب الوفد، فإنه يحرص على وضع المواطن على رأس قائمة اهتمامات المرشح الرئاسي. حيث أكد الدكتور عبد السندي أمام في تصريحات سابقة أن ملفي التعليم والصحة حازا النصيب الأكبر من اهتمام برنامجه الانتخابي لارتباطهما المباشر بالمواطن وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والصحية.